حين يغدو الفن والتراث واللوقة الأثرية أسر حرب، عمليات نهب وسطو وتزوير في العراق الذي دمرت ونهبت عديد روائعه الفنية من المتاحف والمؤسسات الحكومية. تهديد آخر يواجه التراث الفني العراقي، تهديد التقليد والاتجار غير المشروع. العراق بعد 2003 والفوضى اللي صارت، مما أدى هذا الموضوع إلى إتاحة الفرصة لبعض النفوس الضعيفة في محاولة تقليد الأعمال والاستفادة من عدها مادياً. لدينا أرشيف شبه متكامل عن أعمال والدي اللي يضم تقريبا أكثر من 3000 عمل. إضافة إلى ذلك نحن لدينا يعني اتصال في صالات العروض في المزادات، فأي موضوع يعني من هذا القبيل يعني يردون يعرضون يعني لوحة أو يحاولون يرجعوننا إحنا. وهناك كثير من المحاولات اللي يعني أوقفناها بهذا المجال، لا يتصلون بنا ونقول لهم يا ترى هذا العمل أصيل أو غير أصيل، بالرجوع إلى الأرشيف مال العائلة نطلع الأعمال الموجودة عندنا. أزيد من 15,000 قطعة فنية نهبت من المتحف العراقي العام 2003، ومنذ ذلك الحين لا يزال المتحف الوطني للفن الحديث في بغداد يبحث عن أعمال مسروقة كانت ضحية تجار غير شرعي بالفن، وللتكنولوجيا الدور الأكبر في إمكانية الوصول إليها والحفاظ عليها. الكثير من المرات، لحد قبل أسبوع جاني عمل مال الفنان حافظ الدروبي، وبصراحة عمل كان مزور بس بتقنية عالية، اعتذرت استلامه. وتعرف أنا بصراحة ما أجيب كلمة أنه هذا مزور، تعرف بيه مشاكل، فأضطر أنه ما استقبل العمل وما عرض وما شوف أي جهة يعني. نعم. وبولوج أحدث التكنولوجيات عالم الفن، أصبح من الصعب بالنسبة لمديري المعارض الفنية التمييز بين ما هو فن حقيقي أصيل وما هو مصور بتقنيات دقيقة وتفان عال. قبل الاحتلال ما كانت عندنا العملية، كانت ما عندنا التكنولوجيا، ما عندنا التقنيات أن نحفظ الأعمال. يعني إحنا كل جاردينها كاتبة موثقة فكتابياً، يعني توثيق كارتات، لكن كأعمال موثقة لا، ما كانت عندنا الإمكانية التقنية ماها، فلذلك ما نقدر حاليا يعني نطالب بها. يعني أكو عمل فني متحف الفنان فائق، يعني هو وعرض أن يباع في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل يعني عدة أعوام، فأوقفنا هاي العملية، ولحد الآن مفاوضات بين الخارجية العراقية والخارجية بالإمارات. يقود فنانون ونقاد الفن سلسلة من الجهود للضغط على الحكومة العراقية بهدف استرجاع المنهوب والحفاظ على ما يزال متوفراً ومعروضاً في المتاحف من خلال سن قوانين لمواجهة ظاهرة تقليد الأعمال الفنية ونهبها حفاظاً على الذاكرة الإنسانية.